رئيس جمعية مار تشابي الأثري المرتي. يأتي هذا الجمع الجمع التأسيسي للجمعية هو استجابة لضرورة ملحة، باعتبار أن مار تشابي مرتيل هو منطقة عنده مجموعة اختصاصات. أولا منطقة أثرية باعتبارها هي تأسست في الفترة الاستعمارية الأولى، وتعتبر واحدة من الآثار الحقيقية اللي كاينة في مدينة مرتيل، وهي تؤرخ لفترة معينة من تاريخ مدينة مرتين. فكان لزاما على الجامع العام أن يفكر في تأسيس الجمعية لنشر هذه الثقافة، وكذلك للحفاظ على هذا الموروث الثقافي. وفي نفس الوقت فمنطقة مار تشابي هي منطقة هو القلب النابض السياحي لمدينة مرتين. لا على مستوى السياحة يعتبر مار تشابي هو القلب النابض، وبالتالي لا بد من التفاتة لهذه المنطقة هذه باش تزيد تأدي المهام ديالها وتزيد في استقطاب الزوار، وكذلك في السكينة مرتين زبر واحد الفضاء اللي هو مريح جدا، فالشروط الأساسية والشروط المريحة بأنهم يدوزوا الوقت مزيان وعطلة ديالهم. كذلك أهمية هذه المنطقة تعتبر بأنها أهمية اقتصادية، باعتبارها أنها واحد كتشغل واحد عدد كبير من المستخدمين، لأن جميع المحلات التجارية اللي كاينة تما والمطاعم إلى آخره فإنها تشكل واحد الرقم مهم في العملية التشغيل. لكل هذه الأسباب ارتأى ساكنة هذه الحي وتجارها وروادها أنهم يأسسوا واحد الجمعية، واختاروا لها هذا الاسم للإحالة على الجانب التاريخي ديالها باش يحافظوا عليها، وهذا كله سيأتي في قلب من طبيعة الحال ثقافي فني رياضي، حتى تنظم واحد المجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية. شكرا لكم. كيف كتشوف في الحقيقه هو كان الجمع العام كان مصيبا في اختيار بان التصويت يكون عن طريق اللائحه باش يكون فريق مستجيب. الحمد لله فيها ناس اللي هما عاشوا هذا التاريخ، عاشوا ربطنا التاريخ القديم بالحاضر باش المشعل ديك الناس القدام يعطيوه للناس الجداد. فيها كذلك ساكنه، فيها تجار، فيها رجال قانون ومحامين، بالتالي هي مكتب اعتقد انه سيقوم بعمل جيد ان شاء الله تعالى.